السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب، فإن شاء الله سوف نقدم لكم آخر التوقعات ابتداء من بعد زوال اليوم والأيام القادمة بإذن الله. فيتوقع بإذن الله هبوب رياح نسبيا قوية على الحوز ومرتفعات الأطلس والجه الشرقي مرتفعات الريف وسوف، وكذلك الجنوب الشرقي للمملكة والشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. سوف تعرف رياح نسبيا قوية وتطاير غبار مع احتمال عواصف وكذلك رعدية كما تلاحظون قوية جدا على عدة مدن والمدن المعدنية، فهي الرشيدية وتنغير وتبعنت وكذلك بني ملال مع احتمال تطاير وغبار وخنيفرة وخريبكة وكيكوطات الحاج بإذن الله، وكذلك مراكش بإذن الله وأمطار وعواصف رعدية على ورزازات وثريوين وتازنخت، وكذلك ستكون رياح قوية على تيزنيت وقلمين بإذن الله، وكذلك على الجهة الشرقية وكذلك على الحسيمة، وأمطار حاضرة على باب برد وتطوان وكذلك سيدي سليمان، عواصف رعدية جد قوية. بالنسبة اليوم أجواء مستقرة إلى قليل السحب، كذلك الفترة الصباحية مع احتمال كذلك عودة العواصف الرعدية في الفترة بعد الزوال إن شاء الله، مع احتمال كذلك هبوب رياح نسبيا قوية خصوصا على الشمال الشرقي وكذلك السواحل الوسطى وأقصى شمال المملكة والشمال الغربي لكذلك المملكة وكذلك الجنوب الشرقي والشمال الأقاليم الجنوبية للمملكة. سوف تكون ريح قوية مع احتمال تطاير غبار وتشكل زوابع رملية بالنسبة إن شاء الله. كذلك توقعات العواصف الرعدية، فسوف تشهد عواصف رعدية على المناطق خصوصا الوسطى الداخلية ومرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط وحتى سوس بإذن الله والجشع.